تؤكد على التعزية والمواساة للعائلات المكلومة في هذه الحادثة، وكذلك نتمنى الشفاء العاجل للمصابين. اللي كنقوم به حاليا هو اننا باش نزيحوا العربات على 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 السكك باش ان يكون نرجعوا للسير العادي ديال القطارات. في انتظار ذلك فاحنا كنامنوا المواصله ما بين قنيطره وسله عبر الحافلات، على اساس ان المسافرين اللي جايين من الدار البيضاء وغاديين فاس ولا طنجه كيمتطي القطار الى حدود سله، وسله كياخذ الحافله حتى القنيطره، ومن القنيطره ياخذ القطار باش يكمل السفر ديالو. وكنتجندوا ان شاء الله على اساس بانه على الاقل سكه من هاد ثلاثه السكك تكون يتم الاخلاء ديالها باش اننا نرجعوا للسير العادي ديال القطارات في هذا المحور. اخر حصيله هي 6 ديال الوفيات الله يرحمهم، و 86 جارح، اللي 7 اللي الحاله ديالهم حرجه، واللي نتمناو لهم كذلك الشفاء العاجل وانهم يغادروا المستشفى في اقرب وقت ممكن. كان الديوان الملكي عمل بلاغ في هذا الاطار، ويمكن لكم تطلعوا على البلاغ ديال الديوان الملكي.